الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من استاد الأهلي. النهاردة هنتابع كلامنا في ملف اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة الجديد، وطبعا بيسعدنا يكون معنا ضيفي الكريم الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب. مساء الخير يا فندم، منورنا في قناة الأهلي. أهلا بك يا أستاذ محمد، طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك، وسعيد بوجودي في قناة النادي الأهلي، المؤسسة العريقة اللي يعني مكانتها وقيمتها محفوظة لدى جموع المصريين. يعني هتحرك أهلاوي بالتأكيد. بداية يعني الأول سؤال كده. لا بس لا طبعا، لا أنا بعتز بأهلاويتي، وعايز أقول لك إن حتى يعني رغم إن كوني عضو مجلس نواب عن دائرة شعبية شبرا خيمة، فيها أهلاوي وفيها زملكاوي وفيها إسماعيلاوي وفيها لا، وبعدين بتطلع لعيبة كبار. دي حقيقة يعني بتطلع لعيبة الكورة يعني بالتأكيد. إنما عايز أقول لك رغم كده يعني الكل يعلم إن أنا أهلاوي، يعني أهلاوي بشديد الانتماء لنادي الأهلي، وطبعا مع كامل تقديري للزمالك وجمهوره وإدارته وكل الأندية المصرية، إنما بعتز بانتمائي للنادي الأهلي. طيب دكتور صلاح، بما حضرتك يعني موجود في عضو اللجنه العامه لمجلس النواب، ودلوقتي خلاص بقى تغيير المجلس النواب، المصطلح النواب هو اللي بيدرج، كان الاول مجلس الشعب. ايه راي حضرتك في قانون الرياضه الجديد، خاصه ان في بعض الانديه ومنهم النادي الاهلي لديه بعض التحفظات على بعض البنود داخل هذا القانون؟ طيب انا عايز بس اكد الاول ان كل التحفظات وكل الملاحظات اللي يقولها صلاح حسب الله، اللي يقولها اي مؤسسه، اللي يقولها هي، يقولها اي حد مهتم بشان الرياضي، اكيد في مكانها الطبيعي ومنطقيه. ليه؟ لان احنا ما ينفعش كل واحد شايف القانون الافضل من وجهه نظره. المشرع اللي هو مجلس النواب، نعم، لما بيجي بيحط القانون الافضل، بيحط القانون الافضل من وجهه نظر كل الاطراف، نعم، مش طرف واحد، من وجهه النظر العامه. حضرتك من وجهه النظر العامه اللي هي المصلحه العامه للدوله، نعم، والمصلحه العامه للهيئات الرياضيه. المصالح دي على فكره هتلاقيها متناقضه وهتلاقيها متنافسه. انا شايف ان لا، الافضل ليا القانون بالشكل الفلاني، سيادتك شايف ان القانون الافضل بالشكل الفلاني، النادي الاهلي شايف ان القانون الافضل بالشكل الفلاني. ما ينفعش تعمل بعدد المهتمين وبعدد لائقات قوانين، يعني تعمل تقول ده قانون النادي الاهلي، تقول ده قانون للزمالك، وده قانون للاسماعيلي، وده قانون للترسانه، وده قانون مش عارف للاتحاد السكندري، وده قانون للنادي المؤسسه. مش هينفع تعمل الكلام ده. انت بتعمل قانون جامع شامل يحقق التوازن ما بين كل المصالح والرؤى دي. عشان كده احنا واحنا بنشتغل في القانون، احنا عملنا يمكن لاول مره على فكره اكتر جلسات استماع اتعملت في تاريخ الحياه النبيه للقانون اللي طلعه مجلس النواب، هو كان قانون رياضه. لان احنا واحنا بنشتغل في هذا القانون كنا عارفين ان المجتمع كله منتظر، والهيئات الرياضيه والوسط الرياضي منتظر هذا القانون بفارغ الصبر، لدرجه ان كان في بعض الاعلاميين والشاشات بتراهن على ان هذا القانون لن يصدر من مجلس النواب. ومع ذلك احنا كان عندنا اصرار ان لا، القانون يطلع، لان احنا بالفعل في حاجه الى تحديث قانون رياضه عشان يبقى متمشي مع مواكب للعصر، التغيرات اللي بيشهدها الوسط الرياضي والسلوكيات اللي دخلت على الوسط الرياضي والسبل الجديده لاهميه اداره الانديه بشكل مختلف عن الاداره التقليديه القديمه. انت النهارده بتفكر في استثمار وعندك قانون ما بيتيحش الاستثمار، فلازم تعدل القانون بحيث ان انت تدي مساحه للاستثمار داخل الهيئات الرياضيه. عشان كده رغم هذه الملاحظات، دي ملاحظات طبيعيه جدا وصحيه جدا، انما احنا دايما كنا بنقول يا جماعه احنا بنحط القانون اللي بيحقق التوازن دوت، والقانون دوت احنا بنحط ده مش دستور ولا قران، يعني وارد جدا اثناء تطبيق هذا القانون نجد في المستقبل ان في نص عايز يتعدل، ان في نص اثناء الممارسه والتطبيق ثبت ان هو مش الافضل، ان لا في افضل منه. ده كله موجود وده كله متاح، وما عندناش اي عقد نفسيه ولا اي تمسك بما اصدرناه. احنا اصدرنا قانون، اصدرناه وفقا لاراده المجتمع الرياضي، مجتمع مش منفرده كل واحد عايز ايه، يا الا كنا هنبقى بقى نيجي نعمل في قانون مقاسات، ده عايز ايه نعمل له على مقاسه. طب جميل جدا، حضرتك وضحت طريقه يعني وضع قانون الرياضه الجديد. من القانون تم اخذ او وضع اللائحه الاسترشاديه اللي وضعتها اللجنه الاولمبيه، وكل اللغط اللي موجود في الوسط الرياضي وخاصه في الاسابيع الماضيه. حتى المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عمل مؤتمر صحفي في يوم السبت في مقر النادي، وابدا بعض التحفظات على اللائحه الاسترشاديه. كيف رايت اللائحه الاسترشاديه من وجهه نظرك؟ والله خلينا الاول نتكلم عن طبيعه وضع اللائحه في القانون الجديد. احنا لما عملنا القانون الجديد كنا ماشيين في مسارين. المسار الاول
هو تعظيم فكرة الديمقراطية الرياضية، ان احنا ننقل كل الصلاحيات اللي كانت موجودة عند الجهة الإدارية لصلاحيات لملاك النادي، لاعضاء النادي، يعني حضرتك بتتكلم على تعظيم دور الجمعيات العموميه. بالظبط كده. نعم. بالظبط كده، ان الجمعيه العموميه تبقى هي صاحبه القول الفصل في اي خلاف في لائحتها، في قرارها، في انتخاباتها، في ان المجلس ده يبقى من 9 ولا من 12، في كذا. طب عشان تعمل الكلام ده هتقول ايه؟ هتقول لهم يا جماعه احنا عايزين كل نادي يعمل لائحه. طيب ايه هي القدرات البشريه والقانونيه واللوجستيه لدى كل الهيئات الرياضيه؟ خد بالك احنا بنتكلم على كل نادي وكل مركز شباب مشارك في نشاط واحد، لعبه واحده في اتحاد اولمبي، هينطبق عليهم هذا القانون. طب يا ترى كل الهيئات دي وكل الانديه دي وكل مراكز الشباب دي عندها قدرات قانونيه وكفاءات قانونيه وعناصر بشريه تستطيع ان تضع هذه اللائحه؟ زي مثلا اللي يعني نقول مثلا الاهلي يقدر، الزمالك يقدر، الصيد يقدر، هليوبلس يقدر، انما مثلا نادي مش عارف ايه في قريه كذا في شطنوف هيقدر؟ فعشان كده كنا امام مسار اجباري. ايه هو المسار الاجباري؟ ان احنا نضع لائحه استرشاديه نقول فيها هذه اللائحه هي لائحه استرشاديه لكل الهيئات الرياضيه، وبنحط اللائحه ديت امام الجمعيه العموميه. اذا اكتملت الجمعيه العموميه وحبت تغيرها يبقى هنا الاراده الاعظم والافضل والاقوى بقت للجمعيه العموميه مش للجنه الاولمبيه. فبنقول ادي يا جماعه اللائحه الاسترشاديه، ياخدها النادي او الهيئه الرياضيه يروح يقدم، عايز يشيلها خالص ويعمل لائحه جديده، عندنا نصاب يجب ان يكتمل للجمعيه العموميه. اذا اقرت الجمعيه العموميه اللائحه الموضوعه من قبل الهيئه الرياضيه اللي هي النادي او الاتحاد او كذا، خلاص اصبح هو قرارها هو النافذ في مواجهه حتى اللجنه الاولمبيه. وليه قلنا اللجنه الاولمبيه؟ لان ده بقى المسار الثاني. انت كنت عايز تحدد دور الجهه الاداريه بعدم التدخل. انت بتشوفه يا استاذ محمد، تبص تلاقي مجلس اداره خالف القانون او عمل اي مخالفه او كذا، يتدخل الجهه الاداريه بحله، يرفع قضيه قدام القضاء الاداري ياخد حكم او كذا، او بلاش خد حكم طلع حكم حل والجهه الاداريه نفذت هذا الحكم. تبص تلاقي اللجنه الاولمبيه الدوليه او الاتحاد الدولي بعت لك بيقول لك لا استنى كده، تدخل ده تدخل من الجهه الاداريه حتى في ظل وجود حكم قضائي. يقول لك لا، صحيح اصحاب الاراده في 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 الذهاب بهذا المجلس او الاتيان بهذا المجلس هي الجمعيه العموميه. فعشان كده احنا قلنا ايه؟ نخلي اللجنه الاولمبيه وهي ليست جهه اداريه، لجنه اولمبيه منتخبه تابعه للجنه الاولمبيه الدوليه اللي تحط النموذج الاسترشادي لهذه اللائحه الجديده. والجمعيه العموميه بقى تاخد بيها تلغيها دي بتاعتها. ماشي يا فندم، بس انا برضه يعني هتحدث عن اللائحه الاسترشاديه. هل تم الاسترشاد؟ اصل كلمه استرشاديه ده معناه ان انا لسه ما حطيتش اخر لوائحي او اخر بنودي او مزبوط. ما حطيتش اللائحه الالزاميه. مظبوط. هل تم من قبل اللجنه الاولمبيه استرشاد الانديه الكبيره، وخاصه ان كل نادي له ضوابط خاصه وله ظروف خاصه توافق الجمعيه العموميه اللي موجوده بيه؟ يعني على سبيل المثال نادي الاولمبي غير النادي الاهلي، نادي سبورتنج غير النادي الاهلي. فحينما سئل رئيس اللجنه الاولمبيه الاستاذ هشام حطب وله كل الاحترام والتقدير، قال ان النادي الاولمبي في هذا التوقيت عمل الجمعيه الخاصه به، ولكن النادي الاهلي الجمعيه العموميه عنده فيها بعض الاختلاف. طبعا مع كامل الاحترام والتقدير للانديه الاخرى، ولكن النادي الاهلي من الحجم وعدد الاعضاء اكثر من القيمه والفاليو داخل المجتمع وداخل الوسط الرياضي، هو النادي الاكثر حصولا على بطولات وانجازات وهو بيتصدر المشهد. لماذا لم ياخذ راي النادي الاهلي منذ بدايه وضع اللائحه؟ طيب عايز اقول لك حاجه بس الاول، ان اللائحه دي ارسلت لكل مديريات الشباب، مديريات شباب الرياضه في محافظات، ومديريات الشباب الرياضه تولت المفترض دعوه كل الاطراف المعنيه والانديه في محيط المحافظه عشان يجوا يعملوا معاهم حلقه نقاش حوالين اللائحه الاسترشاديه دي قبل الانتهاء منها. يعني انا هدي لك مثال، انا ما اعرفش ايه اللي تم في القاهره، لان انا نائب عن دائره شبرا خيمه محافظه القليوبيه. دائره شبرا خيمه مديريه الشباب والرياضه، ومدير الشباب والرياضه بعت دعوه لكل الانديه قال لهم يا جماعه تعالوا احنا عاملين النهارده سيمينار ورشه عمل لمناقشه نموذج اللائحه الاسترشاديه دي، وبداوا يسمعوا الناس. قد يكون الفكره هنا حاجتين، ان انت مش هتقدر ممكن ما تجمعش الانديه كلها. طبعا الاهلي يعني اذا كنت تتحدث عن انديه تدعى للادلاء برايها فالاهلي زمان في مقدمه هذه الانديه. ما هو المهندس محمود طارق، يعني المهندس محمود طاهر طلع وقال ان هذا لم يحدث مع النادي الاهلي. تمام،
انا لا اعرف يعني، انما طبعا خلينا اصدق اللي قاله المهندس محمود طاهر له كل التقدير. ما انا هقول لحضرتك يعني أيوه. التوابع أيوه. المهندس محمود طاهر ذهب الى لجنه الشباب الرياضه في مجلس بالزبط. الشعب بدعوه من الدكتور محمود حسين. لا هي بدعوه من اللجنه مش بدعوه من الافراد يعني، احنا في كيان مؤسسي. ما انا بقول لحضرتك ان رئيس اللجنه ايوه اللي هو المنوط بالتحدث عن اللجنه كلها مجتمعه دعا النادي الاهلي، فالنادي الاهلي ده رئيس اللجنه ده المهندس فرج عامر. نعم نعم دكتور محمود حسين دعا النادي الاهلي. النادي الاهلي ذهب لكي يكون مع الانديه، وجد ثلاث انديه فقط من ضمنهم النادي الاهلي. أيوة. ورغما عن ذلك اكتمل وكمل، لكن لم يكن هناك السيد هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه في هذه اللجنه، وكان هناك طبعا كل الاحترام والتقدير سياده معالي الوزير خالد عبد العزيز، دكتور خالد عبد العزيز، وايضا المهندس فرج عامر رئيس اللجنه نفسه. وابتدى الحوار، ولكن منذ الاساس حضرتك انت قلت حاجه مهمه جدا في القانون، هو تفعيل دور الجمعيه العموميه. تمام. النادي الاهلي يرى ان هذا النصاب و12500 على يوم واحد في هذا التوقيت. النادي الاهلي يرى ولا مجلس الاداره يرى؟ مجلس النادي الاهلي بيمثله مجلس الاداره زي ما حضرتك ما هو لحضرتك. تمام. ما هو نفس القصه بالنسبه للجنه الشباب والرياضه. أيوه. في مجلس الشعب، ما دام رئيسها بيرى حاجه يبقى اللجنه كلها. تمام. الممثل عام. تمام. النادي الاهلي يرى ان في هذا التوقيت هيكون صعب لان هو يكون على يوم واحد، والنادي الاهلي بيرى ان تيسيرا لدور الجمعيه العموميه من المحتمل او طرح فكره ان يقام على يومين في فرع النادي الاهلي بالجزيره وفرع النادي الاهلي ببيت مصر. تمام. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ لا انا شايف ان احنا عندنا احنا امام قانون، وامام قانون حالي وقانون سابق. القانون الحالي والقانون السابق على فكره لا يتضمنوا اي نص يجيز اقامه الجمعيه العموميه او استكمال جمعيه عموميه على يومين. ده رقم واحد. بمعنى ان حتى حينما كانت تعقد الجمعيه العموميه على يومين يقول لك الدعوه للجمعيه العموميه اليوم الاول يوم الخميس الموافق 30 مثلا 8 ده اجتماع اول، والاجتماع الثاني يوم الجمعه الموافق 31 8 مثلا. انا هقول لك ان في تاريخ الحياه الرياضيه المصريه هل تعلم انه لم تكتمل جمعيه عموميه في الاجتماع الاول؟ منذ ان تم تاسيس فكره اجراء الجمعيه العموميه على يومين. والمساله هنا كانت مختلفه عما ذهب اليه مجلس اداره النادي الاهلي، بمعنى ان انا برضه ما فيش أكمل حاجه. ايوه اتفضل. ان انا عندي جمعيه عموميه موجوده مثلا قوامها 100,000 عضو. ما اقدرش ابدا الجمعيه العموميه في اليوم الاول في الاجتماع الاول واقول يا جماعه احنا هنصوت على اللائحه واقول اللي حضر النهارده 7,000 عضو. طب انا بكره بقى هكمل في الشيخ زايد. او فرع من افرع النادي الاخرى، هبدا بقى اعد ايه كمان جالي النهارده كام 6,000 يبقى 13,000. ده غير قانوني تماما، ولا في القانون الحالي ولا القانون السابق. فندم مفيش برضو حاجه في القانون الماده 4 بتنص ان تقام الجمعيه العموميه على يوم واحد. هو اللجنه الاولمبيه من حقها تحديد النصاب، ولكن لم تضع اي شروط على كيف يكون النصاب، ولا توجد. ما انا اقول لحضرتك حاجه، لا توجد شروط الكلام دوت. الكلام دوت لا توجد شروط على فكره مانحه، حتى ان لم تجد المانعه. يعني معروف ان الجمعيه العموميه لصحه انعقادها بيحصل فيها الاتي: بتروح تنتخب في يوم واحد، يفتح الصندوق ويغلق في يوم واحد بمحضر. على فكره ده معروف، وحتى حصل في الاهلي كتير، يعني مش مره ولا اختراع في القانون دوت. ده هو المعروف والمتبع في كل الجمعيات العموميه، ان انت بتشوف الجمعيه العموميه انعقدت واكتملت في اليوم الاول خلاص، ما انعقدتش وما اكتملتش بتبدا من اليوم في اليوم الثاني من المربع صفر رقم واحد. اللي راح هنا يروح ثاني يوم يسجل. الحاله الوحيده اللي بيستفيد فيها اللي بيروح اول يوم او ثاني يوم حاجه واحده بس، اسقاط الغرامه المكرره في حاله تخلف عن حضور الجمعيه العموميه. ما دون ذلك تنتهي الجمعيه العموميه في اجتماعها الاول ويغلق بمحضر اجتماع وتعقد في الاجتماع الثاني. يعني لو الاهلي بيطرح كمجلس اداره بيقول انا هعمل نفس الاجراء اللي كان بيتم قبل كده، هدعو الجمعيه العموميه على يومين بحيث ان كل يوم منفصل، ممكن يبقى طرح مقبول. انما ما ينفعش ادعو الجمعيه العموميه تصوت وصناديق تبات بعيدا عن الاشراف القضائي في اي هيئه، مش الاهلي، سيبنا من الاهلي يعني، وادارته لها كل احترام وتقدير. ما هو انتخابات الرئاسه نفسها بتقام في كذا، وانتخابات مجلس النواب بتقام كذا، بس انتخابات الهيئات الرياضيه مختلفه. طب يعني احنا معنا على الهاتف الاستاذ جمال العاصي الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. سنور ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك يا فندم، منور الدنيا. ومعانا الدكتور صلاح حسب الله. يعني طبعا نسيت الناس حسب الله، وانا معاك النهارده بس الظروف كانت اقوى،
اشكرك يا استاذ جمال. استاذ جمال، احنا كنا بنتحدث عن اللائحه الاسترشاديه والبنود اللي كان طلب النادي الاهلي انها تتم باقامه. انا بس عايز اقول للسيد حاجه، ان في جمعيه خاصه وليس جمعيه عضويه غير معتادين عليها. دي تجربه ديمقراطيه جديده في الجمهوريه الثالثه في مصر برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنخوض تجربه غير مسبوقه، بتعمل قانون رياضه وبتعمل لائحه استرشاديه، فدي ما لهاش سوابق قبل كده. يعني اول حاجه نتفق ان دي جمعيه خاصه مش جمعيه عضويه غير عاديه. كان بالظبط على واحنا الهدف من حضور 12500 ان احنا نربي ديمقراطيه وليده زي ما حضراتكم قلت في مجلس النواب. فالديمقراطيه الوليده اللي احنا بنربيها لازم نساعدها على اساس تقدر تستحمل وتقدر تحقق الغرض هو الحضور واتساع قاعده المشاركه في مصر، وده الاهم. فاذا كنا احنا عايزين نعمل فعلا ديمقراطيه وليده وعايزين نعمل اتساع، ليه؟ ايه حاله التعدد الغريبه؟ لما الاهلي يقول انا عندي مقر في الجزيره وعندي مقر في مدينه نصر والمقرين دول لازم كل مقر يصوت تخفيف على 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 المرشح او قصدي على الداخل، وتخفيف على المواصلات والمرور وضيق المساحه في الاهلي والجزيره، كل الحاجات دي عامل كويس. انا كلمت كمان يقولوا التصويت يبدا من 6 المغرب ل 12 بالليل عشان درجه الحراره عاليه. ده دور ان احنا كل الانتخابات خاصه بقرارات، ودليل ان احنا في رئاسه الجمهوريه لما يومين ما قضوش خدنا يوم ثالث عشان المشاركه تبقى افعل واقوى، وده صالح الديمقراطيه. انا مش عارف ايه الاستاذ هشام حسن، ويعني حاطط في دماغه كاننا نتبارى او نتنافس او نتسارع على شيء يساعد الوسط على فكرته، يساعد الوزير اللي عايز يعمل الوزير خالد عبد الجليل، ويساعد هشام حطب، يساعد الكل ان احنا نعمل فكره يعني او نرسخ فكره الديمقراطيه. هو اللائحه لازم تساعدهم في الجو ده، وده جو يا استاذ جمال. حضرتك بتؤيد مبدا التيسير، لان من الاول تم وضع اللائحه لتفعيل دور الجمعيات. بصراحه كلام الله عليك وخالد عبد العزيز كلنا لازم نعيد، لان اللائحه بتتعمل عشان تجيب الناس. الدستور بيتعمل عشان نظام حياه، والقانون دايما ينظم العلاقه، واللائحه دي تسجيل على المواطن. كل الحاجات دي معموله عشان المواطن اساسا في الاصل، عشان رايح المواطن. فعندنا في الموضوع ده بدل بمراحل كتير، واحنا بنعمل تجربه لسه جديده ما لهاش سوابق. ما ينفعش نقعد نقول كل وقت بس الجمعيات العربيه السريه، احنا عايزين الجمعيه العربيه السريه دي جمعيه خاصه جدا بتناقش لائحه، يعني حاجات بسيطه جدا. انا من حقي والحق كل المنافسين والحق الزبير بدل ما يتخانق يساعد فيها انها تكتمل، وحسن حمدي يجي يخليها تكتمل، وطاهر ابو زيد يجي يخليها تكتمل. انت قدام النادي الاهلي دلوقتي قدام صراع، يعني ده مش انتخاب. يعني انا بقول لكل الاطراف في الاهلي، ده مش انتخاب يا جماعه، ده تاريخ الاهلي القادم، ده الاجيال القادم. الافراد سائلون والكيان هو الباقي، علينا جميعا ان نتوقف ولاش الصراع ولاش الخناق ولاش الهيصه ولاش الدوشه اللي كل يوم نشوفها في التوك شو، عشان ايه؟ مصرنا ولا مصرين؟ طب استاذ جمال، حضرتك عايز اسال حضرتك ايه رايك في لائحه النادي الاهلي الخاص؟ يا اخي كل واحد يعمل لائحته بطريقته، يعني كل واحد يعمل يرتب بيته بطريقته، وده حق عظيم زي ما السيد النائب قال. هو السيد النائب قال انا ادرى بسكون بيت، انا ادرى بالدرس. هو احنا المدرسه النظر هيقول واحد من ثلاثة وانا بتاع مين؟ ده النادي الاهلي يا جماعة اللي هو أهم مؤسسة رياضية في أفريقيا، ومن حقنا كلنا أو من مصلحتنا كلنا إن احنا نحافظ على الكيان الضخم ده، لأن هو اللي بيفرخ لنا كل النجوم وكل الأبعاد. فأنا من حقي ومن حق النادي الاهلي إن هو لازم يحافظ على دي، وده مش ضد حد أو بيزعل حد أو ما مش يعني مش طغيان على حد. لا بس الاهلي زعلنا كلنا في البطوله الاخيره.
البطوله العربيه حضرتك؟ البطوله العربيه طبعا. كنا نتمنى يعني ان الاهلي باذن الله كان ياخد هذه البطوله. اقول لك على حاجه بقى في البطوله دي، حاله الارتباك اللي سبقها بعد الاعلاميين خرج الاهلي عن مشروع في البطوله العربيه كان سبب من اسباب الخساره، اللي هو تلاقي يشتتك، اللي هو فكره التشتيت ده كلام كنت بتطلع حواليك طول بعض. ما ينفعش لازم كلنا نحافظ على النادي الاهلي، نحافظ عليه بقى بمنجزاته وانجازاته. انا بحييك وبشكر سياده الراجل وتشرفت النهارده في الاهلي، بشكر محمد فاروق سعد وبشكر كل رجاله الاعداد في قناه الاهلي. انا طولت عليكم وسهقتكم واسيبكم تستمتعوا بالشكل ده. استاذ جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ جمال كان بيتكلم ان الموضوع تسير من البدايه للجمعيه العموميه وانها لائحه خاصه، فمن باب اولى ما دام هي لائحه خاصه فممكن يكون نصابها نصاب خاص، يعني ممكن تقام على يومين. وبعدين يا فندم انا كنت لسه بقول لحضرتك انتخابات الرئاسه بتقام على يومين، مفيش اي مشكله في الاشراف القضائي والالات التنفيذ، اعتقد انها من مديريات الشباب والرياضه بنفس اللي هتعمله في يوم ممكن تعمله على يومين، مش هيبقى فيها اي مشكله. طيب انا خليني بس اكد طبعا ان انا بعتز بكل اللي قاله وبقدر كل اللي قاله اخي العزيز الاستاذ جمال العاصي، ويعني هو كاتب ومحرر رياضي يعني مشهود له بالحياديه والنزاهه والمهنيه في تناوله اي موضوع. وعايز اقول ان انا مش مختلف عن فكره طرح ان هي دي جمعيه خاصه ولا حق ان هي تضع عليها حيطه، انما احنا بالظبط اشبه باللي معدي على الكوبري، يعني احنا بنتحدث عن مرحله انتقاليه، وهنا احنا مش في سجال مع مجلس اداره النادي الاهلي انهي لائحه افضل، احنا بنقول ان هذه لائحه استرشاديه، وفي الاخر قرار للجمعيه العموميه، للاهلي الحق في ان يضع اللائحه المناسبه ليه، للزمالك الحق في ان يضع اللائحه المناسبه ليه، لنادي الصيد الحق في ان يضع اي لائحه، اي نادي، اي هيئه، حط اللائحه. في الاخر هنا انت بتتكلم عن تعزم، عايز تعظم اراده مين؟ اراده الجمعيه العموميه. يعني لو الاهلي عرض على الجمعيه العموميه في الانعقاد ان انتوا يا جماعه بعد كده احنا عايزين نعمل الجمعيه العموميه مش على يومين على اسبوع، اعملها يا سيدي على اسبوع، قرار جمعيه عموميه. انما لو النهارده احنا بنتكلم عن انتقال واهميه ان احنا كلنا نبقى اطراف في منظومه واحده بنساعد عشان نزق المنظومه الرياضيه تتحرك خطوه لقدام، ما عندناش خناقه النهارده وما عندناش وقت نضيعه في خلافات. عندنا ان احنا كل احترام وتقدير لاي راي في اي هيئه رياضيه، انما تعالوا يا جماعه احنا بننتقل بهذه المرحله، فما كناش هنعرف نقول مثلا عندنا 4000 لائحه استرشاديه يا جماعه خدوهم في كل نادي ياخد لائحه استرشاديه وفقا اللي هو عايزه. وفقا اللي هو عايزه، ما ينفعش. انا بديك النهارده لائحه استرشاديه، سيادتك في اي نادي عندك ما هو افضل؟ تعظيم سلام، اعرضها على الجمعيه العموميه. الاختلاف دلوقتي وخد موافقه عليه. هو الاختلاف كل يعني كله في نقطه واحده، ان موعد انعقاد الجمعيه العموميه. يعني استاذ جمال اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه طب ما كنا نخليها ابتداء من السادسه مساء. نعم. او من الفتره المسائيه تيسيرا لان درجه الحراره تبقى عاليه. هو النادي الاهلي بيحاول يجدد الشتاء نخليها في الفتره النهائيه. احنا بنتكلم على اللي جايه القادمه. اللي جايه دي جمعيه خاصه. ما انا بتكلم في اللي جايه، ما بتكلمش في العموم. اللي جايه دي جمعيه خاصه وليها ظروفها. نعم. احنا النهارده اللي انتهت اللجنه الاولمبيه وفقا للقانون وفقا للماده 4 بوضع لائحه استرشاديه. هي اللائحه الاسترشاديه، استرشاديه مش لائحه ملزمه. لائحة استرشاديه، خد يا سيدي ادي اللائحه الاسترشاديه اللي احنا حاطينها، بس عشان تيجي تحطها. طب افرض انا اقول لك انا 80% من الجامعات العموميه الخاصه دي مش هتكتمل، فهتعمل ايه؟ هتقول لا هعمل جامعه عموميه. طب هتاجل انتخاباتي لغايه امتى؟ طب هتاجل هذه المرحله اللي هي بتاعه الانتقال ده، ويبقى عندك مجالس منتخبه في كل الهيئات لغايه امتى؟ فانت النهارده بتقول له ادي اللائحه الاسترشاديه، ان لم تكتمل الجامعه العموميه اصبحت هذه اللائحه مقره موافق عليها، وهي دي اللائحه معمول بيها. ان اكتملت الجمعيه العموميه حط لائحه زي ما انت عايز، قول انا عايز مجلس اداره 6، انا عايز مجلس اداره 5، هو انا عايز الجمعيه العموميه على 7 ايام. بالنسبه للهيئات وبالنسبه للنخب يا فندم، مش من الافضل لهم ان هذه الجمعيه تكتمل؟ يعني انت بتفعل دور الجمعيه العموميه، بتعمل لائحه عشان افعل. اذا من الافضل ليا ان انا يعني اساعدها على الاكتمال. طب ما هو ايسر الدنيا الى حد ما. ما انت ميسر الى حد ما. انت لما تقول انا عايز مش عايز 50% مش عايز 50% يعني في انتخابات الرئاسه مثلا انت او في نجاح اي مرشح، عشان اقول لك ان القياس مختلف. يعني انا عشان انجح مثلا في انتخابات مجلس النواب لازم اخد 50% زائد واحد من الاصوات. نعم. في الانديه مفيش الكلام ده، في اعلى الاصوات. خدت بقى 10% من الاصوات هي الاعلى، خدت 15% هي الاعلى. المساله هنا القياس مختلف. في الانديه ليها نظامها الانتخابي. لما اجي انا اقول لك النهارده
تقولش الواقع. حاجة. لو انت عايز بقى تبقى اكستريم قوي ومتشدد قوي كنت تقول 50%، انما لما اجي اقول لك 10% انا بقيس على الواقع. طب ما النادي الاهلي على فكره اخر جمعيه يوميه كانت كام؟ اكتر من 18000، اكتر من 18000. انت بتقول النهارده لا انا مش عايز 18000، ال 18000 دي اللي كانت تقريبا في ذلك التوقيت نسبه تقارب ال 20% من اعضاء النادي، صح؟ كان النادي في ذلك التوقيت في اخر جمعيه يوميه عدد اعضائه تقريبا 90000 او حاجه. فانت بتتكلم عن 20%، لو بتقيس على الواقع اللي سيادتك بتطالب بيه ده كنت قلت لك حط 20%. يا فندم ما هو ال 20% ما بيجيش اصلا في الجمعيات، انت حضرتك لسه ذاكر بنفسك ان اكتر عدد بيجي كام، الانتخابات نفسها بيجي كام عضو؟ كويس. الانتخابات اخر جمعيه يوميه في الاهلي كام؟ 12000 و لا لا 18000 و ده 18000 ويا ريت الاعداد يراجعنا باخر ماشي رقم في نراجع مع الاعداد 18000 وي. طب انا باجي اعمل لائحه اخر جمعيه عموميه جالي فيها 800 عضو. طب كويس، انت عشان تيجي تعمل جمعيه خاصه وعايز تقول اللائحه دي معبره عن اراده الجمعيه العموميه، ينفع تجيب اقل من 10% من اعضاء النادي؟ يا فندم انا بجيب اللي المتاح اللي من لا ممكن مش متاح، يبقى المتاح ده انا هقول لحضرتك حاجه، في كلام ساعات بيبقى على الورق. طب انا اقول لك انا حاجه، لا المتاح طب اديني فرصه يا فندم، هو ممكن يبقى ممكن على الورق بالنسبه لحضراتكم شيء منطقي يعني شيء منطقي تمام. يعني كلامك كأحد النخب كلامك منطقي على الورق منطقي، ولكن آليات تنفيذه قد تكون أصعب. لا أنا عايز أقول لك حاجة بقى، أنا بعيدا عن مسألة الرؤية النبوية دي لا أنا معجون في الوسط الرياضي. أيوة يا فندم ما أنا عشان كده أنا مستفيد حضرتكم كده بقول لك لا أنا عشان كده بقول لك لا نسبة ال 10% والنص على 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية صدقني هذا انتقال آمن لهذه اللائحة. إما أن يوجزها 10% وتبقى نسبة معبرة عن إرادة الجمعية العمومية، وإما أن أنا أقول لك إيه أي حد يجي يوجيز يبقى معناها أن 100 أو 200 عضو لو جم في جمعية عمومية ووافقوا أو رفضوا يبقى قرارهم نافذ. هل هذا القرار في حالة نفاذه يبقى معبر عن إرادة الجمعية العمومية النادي؟ لا طبعا. لذلك إحنا حتى تعرف يعني كنا بنتجاوز في يعني ده في القانون بقى وفي اللائحه الاستراتيجيه معمول بيه الجامعات بعيدا حتى عن الجمعيه الخاصه بتاع اللائحه في الجامعات العموميه العاديه. احنا كانت عندنا مشكله في الجامعات العموميه العاديه ان في القانون القديم كان يقول لك ايه في جمعيه عموميه عاديه مش عارف 50% زائد واحد. طب ها وفي حاله قال لك وفي حاله وفي الاجتماع الثاني 50% زائد واحد او 1000 ايهما اقل. فيجي 1000 عضو في النادي الاهلي يروح يقول لك ايه وينعقد اللي يبدا الاجتماع في حاله وجود 25% من الحضور داخل السرادك اللي هو المكان المخصص للعقد الجمعيه العموميه اللي هو السرادك اللي بتعمل ده. فتلاقي مثلا 300 عضو موجودين جوه السرادك ممكن يرفضوا الميزانيه وده معناه طرح الثقه في مجلس الاداره، ممكن يعملوا اي قرار يعطل النادي يعطل مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. طب انت في القانون الجديد هل هذا مقبول ان انت تربط اراده مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي في ايد 300 عضو؟ من الممكن ان هم يكونوا مختلفين مثلا ان جه اختبار مواليد 2002 في السباحه ما اخترتش اولادهم في فريق السباحه يبقى ضد مجلس الاداره وما بيقيمش مجلس الاداره على المنشات وعلى الانجازات وعلى البطولات، لا على ان ابني اتاخد في براعم 2007 ولا لا. فلو انت عملت كده هتبقى اراده الجمعيه العموميه مزيفه مش حقيقيه. فانت بتعمل ليه ال 10% عشان تيجي تقول لا وبتعمل انا عايز امثل اراده الجمعيه العموميه، وبتعمل ليه الجمعيه العموميه العاديه بحد ادنى 5% من الاعضاء عشان ابقى ضامن ان لما يجي حد يرفض الميزانيه يبقى فعلا رفض حقيقي مش 300 400 واحد متضايقين مثلا من صلاح عصام الله في النادي ده او متضايقين مهندس محمود طاهر او متضايقين من كذا يقول لك لا احنا يا سيدي اهو النهارده وما يبقاش قرا الميزانيه، يقول لك لا بس احنا رافضين الميزانيه وما قراهاش انما رفض الميزانيه. يعني ايه رفض الميزانيه؟ يعني سيادتك مجلس الاداره ياخد بعضه يبعت الميزانيه دي تراجع في الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو الى عقد جمعيه عموميه خلال 45 يوم لطرح الثقه في المجلس ده يستمر او ما يستمرش. احنا عندنا كلام مهم جدا ولسه مستمرين في محاوره الدكتور صلاح حسب الله، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. نادي الاهلي حديث اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونستكمل الحوار مع الدكتور صلاح حسب الله طبعا عضو مجلس النواب وعضو اللجنه العامه لمجلس النواب. كنت بتكلم مع حضرتك على اليات تنفيذ يعني اللائحه الاسترشاديه
وكان كل الحوار الذي تم وحتى مداخلة الأستاذ جمال العاصي كانت تتحدث على تيسير الأمور على الجمعية العمومية في النادي الأهلي حتى تأتي، لأنها تجربة ديمقراطية جديدة ويجب أن تفعل، لأنها يعني بتضع دستور للنادي الأهلي هيكون يعني المنوط به أن كل الأجيال الأخرى هتأخذ به لكل مجالس الإدارات. ما فيش حد بيقعد على الكرسي يعني، صحيح. الكل يأتي والكل يذهب، ولكن الكيان هو اللي باقي، وفي الأول وفي الآخر هي لمصلحة النادي الأهلي. هل من الممكن أو هل كان من الممكن تيسير الأمور أكثر من ذلك والوصول إلى حل؟ سمعنا من المهندس محمود طاهر أنه هو ذهب إلى مجلس الشعب في الجلسة اللي تحدثت فيها مع حضرتك، أيضا ذهب إلى رئيس اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية نفسها مع الأستاذ هشام حطب، ودائما يبحث عن حل لهذه الأزمة. هل من الممكن وجود حل لهذه الأزمة؟ بص، هو احنا مش عايزين نتحدث عن وجود أزمة، لان عايز اقول لك حاجه، انا كنت حاضر الجلسه وكنت بجوار المهندس محمود طاهر في الجلسه اللي حضر فيها لجنه مجلس النواب، وعايز اقول لك بمنتهى الامانه عايز الراجل يتحدث بكل موضوعيه وبشكل منطقي وعبر عن مصالح الجمعيه العموميه اللي هو بيمثلها، يعني ما كانش في اي خلاف. حصل شد وجذب في بعض الاوقات ما بينه وبين بعض اعضاء مجلس النواب، انما كل اللي موجودين على فكره تواصلوا وتحدثوا واكدنا تقديرنا للاهلي. زي ما قلت، ده انت بتتكلم عن مؤسسه يعني مش مصر بس اللي بتعتز، مش شعب مصر بس اللي بيعتز بيها، ده الوطن العربي. يعني الاهلي كان 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 شعاع انتشر لنقل الثقافه الرياضيه في الوطن العربي كله. رئيس اللجنه الاولمبيه ليه ما كانش موجود؟ طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه ليه ما كانش موجود؟ لا، رئيس اللجنه الاولمبيه كان عنده ظرف على فكره، والراجل اعتذر يعني ليله الجلسه دي، ظرف فعلا كان ظرف طارئ جاله واعتذر هذا الرجل ولم يحضر. انما لما تحدث المهندس محمود طارق اكد تاني، الراجل تحدث بموضوعيه وكان بيعبر عن رايه ووجهه نظره. لما تحدثنا اكدنا بس على حاجه مهمه جدا، ان اي وجهه نظر منطقيه وموضوعيه ومقبوله وما فيش اي مشاكل خالص، واحنا بس بنقول يا جماعه احنا هننتقل الى مرحله تانية، رجاء ان الكل يتنازل عن بعض يعني اراءه وبعض تمسكاته، لان مش هينفع نعمل كل اللي انت عايزه. وانت عايز تقول لي هنا، عايز اقول بقى يا ريت نفرق ما بين حاجتين. انا من المهم ان انا استمع لكل الاراء، ولكن من الصعب جدا ان انا انفذ كل الاراء. يعني ده شيء صعب جدا. يعني ممكن يتقال اربع خمس وجهات نظر في موضوع معين، ممكن الاقي وجهه نظر او اثنين او ثلاثه منطقيه جدا ويجب الاخذ بيها، انما اجي في وجهه نظر الرابعه والخامسه اقول لا، هنا بتصطدم مع واقع عام ومع اطار عام احنا لازم نعمله. الحاجه المهمه ان لا، انا مش شايف ان احنا يجب ان نتعدى توصيف او وصف ان في ازمه. لا، ما فيش ازمه. حضرتك قلت التيسير، والاستاذ جمال العاصي قال لا، ده احنا ممكن الجمعيه العموميه تبدا من الساعه 6. مين قال ان احنا ضد؟ ما يجي يقولوا الجمعيه العموميه هتبدا في اليوم ده من الساعه 4 ومن الساعه 5 عشان الموجه الحاره وتمتد للساعه 11. انما الخلاف هنا، وده ما رفض اللي انا بقوله ده، ما رفضتوش اللائحه الاسترشاديه ولا رفض القانون، انما الخلاف هنا، وده نوع من انواع التيسير. الخلاف بقى على ايه؟ على ان انا اعقد الجمعيه العموميه على يومين. على كل، عشان ما نتوقفش كثيرا امام هذه النقطه، وجهه نظر منطقيه تحترم، قد توضع في الاعتبار، قد تطرح امام الجمعيه العموميه في لائحه اخرى بديله او في نص بديل، والجمعيه العموميه اذا اكتملت وافقت عليها. اذا لم تكتمل الجمعيه العموميه، خلاص يبقى احنا امام لائحه استرشاديه، اصبحت لائحه ملزمه للجميع. انما هو ده المطاف الاخير والمحطه الاخيره لمساله لائحه. لا طبعا، ممكن بعد كده مجلس الاداره اللي يجي بالتعاون مع بعض المختصين من اعضاء النادي ان هم يجوا يقولوا لا احنا عندنا. ولماذا لم يتم قبل كده يا فندم؟ ليه مش ليه بعد كده؟ يعني ليه من البدايه انا وانا بحط اللائحه الاسترشاديه ليه ما استقطبتش النخب في الانديه، ومش النادي الاهلي فقط، نادي نعم. الزمالك، نادي الاسماعيلي، الانديه الكبيره، نادي الاتحاد، الانديه اللي ليها جماهير كبيره، واستشير معاهم واستفيد في وجهات نظرهم وفي النقاط اللي توافق الجمعيات العموميه، لان نعم. كل واحد له برضه توافق للجمعيه العموميه عكس الاخر. لماذا لم يتم ذلك من قبل؟ طيب انا عايز اقول لك ان احنا يعني انا لو بتسالني لماذا كان يجب ان يتم وتدعو، يعني كنت اتمنى ان يدعى مثلا ال 3000 نادي اللي في مصر، وتدعي في قانون الهيئات الشبابيه ال 4000 مش عارف 200 وكام مركز شباب. انما هو سؤال محدد، انت لما بتيجي عايز تعمل الكلام دوت، الوقت المتاح والامكانيات المتاحه صعب جدا انك تعملها. فمثلا
احنا لما طلعنا قانون الرياضه وتم التصديق عليه انت كنت امام فتره قصيره جدا عشان تلحق تعمل لائحه الاسترشاديه وعشان تلحق تبعتها وعشان تلحق تعمل انتخابات الانديه ثم الاتحادات الرياضيه ثم اللجنه الاولمبيه قبل نهايه ديسمبر 2017. طب ممكن اسال حضرتك سؤال يا فندم؟ اتفضل. حضرتك في لجنه في مجلس الشعب. نعم. لما بتيجي بتحط قانون الاستثمار وما عندكش وقت مش يعني بتسال وبتستشير وبتتحاور مع كبار المستثمرين في البلد؟ صحيح. طب ولماذا لم يتم ذلك مع الانديه؟ طب ما احنا عملنا كده في قانون الرياضه. في قانون الرياضه دعي كل الانديه دعيت كل الانديه الرياضيه او مش كل نسبه ممثله بشكل جيد لكل الهيئات الرياضيه وحضرت اتحادات رياضيه اعضاء اللجنه الاولمبيه للانديه بما فيهم النادي الاهلي. يعني احنا دعينا النادي الاهلي واتذكر في هذه الجلسه بتاعت مناقشه قانون مش اللائحه حضر ممثلا للنادي الاهلي ابو مستشار فاضل محمود فهمي. وابدا رايه وقدم على فكره قدم مقترحات وتم الاخذ بكثير منها في قانون الهيئات الرياضيه في قانون الرياضه اسف. فندم ماشي فندم ما هو في اللائحه اللي هي جايه من القانون ليه ما تمش دعوه النادي الاهلي والانديه الكبيره؟ انا مش عايز اقول برضو النادي الاهلي طبعا احنا في قناه النادي الاهلي بنتحدث عن الاهلي اكتر ولكن ولماذا لم يتم في اللائحه دعوه الاهلي والانديه الاخرى للتحاور والاستشاره؟ طب يا كابتن فاروق بص انا عايز اكد لك على حاجه. ما هو الكابتن محمود طاهر حضر الجلسه دي بايه؟ عشان كنا بنناقش فيها اللائحه الاسترشاديه. انما تاني فرق ما بين الاستماع الى الراي والالتزام بتنفيذ الراي. انا بسمع وبقول وبعمل في الاخر الموائمه العامه. انت حضرتك يعني كنت ترى ان في هذه الجلسه تم التحاور في كل الامور يعني الجلسه حتى لم تكتمل باكملها كان في بعض الاحداث حصلت وبعض المشادات اللي حصلت وبرضه مشادات في وجهات النظر مش هنقول انها مشادات لاي سبب او لاخر ولكن الجلسه ما كانش فيه غير ثلاث انديه ما فيهمش غير النادي الاهلي فقط ما فيش نادي الزمالك ما فيش نادي الاسماعيلي ما فيش نادي الاتحاد ما فيش الانديه الكبيره اللي لها جماهير الزمالك دوري على فكره ولم ياتي المستشار مرتضى منصور بس ابدا وجهه نظره في اللائحه بشكل او باخر لان هو موجود باستمرار في مجلس النواب وبيتواصل مع لجنه الشباب باستمرار فالمساله برضو تاني احنا بنمر يا استاذ كابتن فاروق يعني احنا عايزين خلاص احنا امام لائحه استرشاديه حضرتك بتقولي طب اللي حصل في القانون ده ما حصلش ليه في اللائحه الاسترشاديه لان انا في الاخر ما بقولكش دي اللائحه ملزمه القانون بقى ملزم فعشان كده كان جلسات الاستماع متسعه وكتيره جدا وقعدنا احنا قعدنا نعمل جلسات استماع لمده 8 شهور او 9 شهور عشان نطلع القانون اللي هيبقى ملزم لحضرتك. انا في الاخر بعمل لك لائحه استرشاديه وبقول لك هذه لائحه ليست ملزمه، حضرتك خد بيها او غيرها، بس انا بقول لك عشان تغيرها انا مش عايز غير من حضرتك تجيب 10% من اعضاء الجمعيه العموميه في الجمعيه الخاصه ديت و60% تلتينهم 66% يقول لك احنا موافقين على هذه اللائحه الاسترشاديه ام معده من قبل اداره النادي او مجلس اداره النادي. فهي دي المساله يعني احنا هنا هي المشكله برضه يا فندم ان في سرعه في وضع اللائحه الاسترشاديه والسرعه دي عشان تلحق السرعه دي دائما بتحدث فيها اخطاء او بالتاكيد على فكره بعض البنود بالتأكيد. ممكن يتم التغاضي عنها او ممكن يتم تعديلها فكان من الباب الافضل او من الافضل للجميع وليس فقط للنادي الاهلي ان كانت تتم دراسه هذه اللائحه بشكل افضل وللاسف برضو احنا في هذه البلد دائما كنا بنواجه مشكله هو ده وخلاص هو ده واحنا في مرحله بنمر بيها لمرحله مهمه كبيره جدا في كدوله مصر كنا لسه شفنا مؤتمر رؤيه وبنذهب للبلد لرؤيه ابعد من اللي موجود احنا بنتكلم في 2026 بنتكلم في 2030 وبنتكلم في سنين طويله ان شاء الله مصر تمر من الازمات اللي فيها من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الثقافيه ومن الناحيه الامنيه ومن كل النواحي لماذا في حته الرياضه ما تمش النظر لرؤيه يعني ما تمش الاستماع الى الرؤيه من الاصل اولا انا متحفظ ما بين قوسين كده على حته ان هو ده احنا ما عملناش هو ده باللائحه هو ده لا. يعني حتى الاستاذ الاستاذ هشام حطب قال هو ده اكمل باللائحه الاسترشاديه مش باللائحه يعني دائما اللائحه على فكره كانت اسمها لائحه النظام الاساسي تصديرها الجهه الاداريه وتصبح ملزمه للجميع وما كانش حد بيتكلم النهارده على فكره بفضل هذا القانون الذي اجتهدت لجنه الشباب والرياضه برئاسه المهندس فرج عامر واللجنه التشريعيه برئاسه المستشار الجليل بهاء ابو شقه عشان تطلع القانون ده لغت هو ده فكره فندم احنا مش ضد القانون احنا مع القانون لغت هو ده بمعنى ايه ان خلاص ادي القانون اهو اتنقل كل سلطات الجهه الاداريه الى الجمعيه العموميه للنادي او للاتحاد او اللجنه الاولمبيه الجهه الاداريه بقت زي المشاهد بس
لو لقى خطا او مخالفه في تطبيق هذا القانون انت عارف يعمل ايه؟ ياخد هذه المخالفه يروح يوديها لمركز التسويه، مركز تسويه النزاعات الرياضيه في اللجنه الاولمبيه، يقول لهم يا جماعه احنا عندنا مخالفه كذا كذا كذا، شوفوها هل تتماشى مع القانون. ومركز المركز التابع للجنه الاولمبيه اللي هي هيئه اهليه في الاخر هو اللي ياخد القرار. ما عملناش هو ده، لان دائما زي ما بقول لك كده كانت لائحه اسمها لائحه النظام الاساسي، النهارده لا دي لائحه استرشاديه. انا بقول لك تاني الخلاف هنا على النسبه، لا النسبه انا شايفها راضيه جدا وعادله جدا عشان تعبر عن رأي مجلس الاداره. حتى في موضوع النسبه قال عشان لتيسير الامور تمام. قال اوكي بس انا بحاول ان انا اوافقها على هو النصاب. طيب انا بس عايز اقول لك برضو عشان نخرج بره هذا الخلاف الايديولوجي، ان انا بقول لك انا بتمنى من كل الهيئات الرياضيه وعلى راسها النادي الاهلي بمجلس ادارته المحترم، احنا بنمر فرجاء حتى لو هناك تحفظات عايزين نمشي المركب وعايزين الدنيا تمشي وعايزين الدنيا تتحرك. امامكم خيارين، اما مش خيار، مش امام النادي الاهلي، امام كل الهيئات الرياضيه، اما ان تضع لائحه اخرى وتعرضها على الجمعيه العموميه وبالذات تصبح اراده الجمعيه العموميه اعظم من اراده اللجنه الاولمبيه واعظم من اراده وزاره الشباب واعظم من اراده لجنه الشباب في مجلس النواب، او ان انت خلاص لو ما اكتملش الجمعيه العموميه امام هذه اللائحه المقبوله بنسبه 70% مش 80%. يعني عندك بقى مش هقول لك تحافظ على بند او اتنين، لا عندك تحافظ على 20-30%. لو خدنا جيد دي جدا جيد او جيد جدا يبقى كويس، ننجح بنسبه مقبوله. انما عندك التحفظات اللي عليها امامك المستقبل وامامك جمعيه عموميه حاضره لها الحق كل عام انت او في كل وقت، مش كل عام، ممكن الجمعيه الخاصه تودع لتعديل اللائحه في اي وقت، عدل يا سيدي وفقا لاراده الجمعيه العموميه كما تشاء. طيب دكتور صلاح، عايز اسال حضرتك في موضوع بند تاديه الخدمه العسكريه، هل يعني حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ لان برضو في بعض من الناس ابتدت تهاجم من مجلس اداره النادي الاهلي، بيرى ان لازم يكون المرشح لاي مركز او لاي منصب، وطبعا الدستور والقانون وكل حاجه، حتى الواحد يعني كاي شاب تمام بتقدم لوظيفه اول حاجه بسال عليها موقفك من التجنيد. مظبوط. حضرتك شايفه ازاي؟ شايف ان هو ده شرط قانوني على فكره، مساله الاعفاء، الاعفاء من يعني انت امامك حد، اما ان تكون ادى الخدمه العسكريه او عفية منها تمام. الاثنين دول موجودين في كل الانتخابات على فكره، يعني ده مش شرط جديد. انما مش شرط ان انا افرض انا عفيت لسبب طبي، نعم عفيت لان انا الابن الوحيد، عفيت بسبب التاجيل ثم عدم يعني الدفعه دي اجلت وكذا وكذا وما اديتش الخدمه العسكريه، هل احرم من خد انتخابات في هيئه رياضيه او لا؟ ما ده مسببه من القوات المسلحه بتدي سبب الخدمه او الاعفاء منها سواء تاجيل سواء كاي شيء، ولكن يعني برضه هذا البند مش موجود في اللائحه الاستشاريه. حطه في اللائحه البديله ممكن. ما انا بقول لك اهو، شوف ده انا ارتضيت معاك ان هذه اللائحه مقبوله ب 70% يعني فيها 30%. حط، ما هي المساله هنا كبير جدا يا فندم. بص يا كابتن فاروق، حط اللي انت عايزه، مش اللي انت عايزه كآل ولا انت عايزه كفاروق، حط اللي انت عايزه في اللائحه اللي انت شايفها الانسب والمثاليه ليك، حطها وارد على الجمعيه العموميه. يعني انت لما تيجي تقول احنا بنقول مثلا احنا عايزين الحد الادنى مؤهل متوسط، ده شرط تاني. ما كنت لسه هساله يا حضرتك. انا بقول لك شرط تاني مؤهل متوسط. النادي الاهلي قال لك لا لازم يبقى مؤهل عالي. طب الدستور بيقول لك في الانتخابات العامه ان انت ممكن تبقى مش مؤهل متوسط كمان. شهادة إتمام التعليم الأساسي وتبقى مشرع عضو مجلس نواب. فلما أجي أنا أقول في اللائحة الاسترشادية مؤهل متوسط، أنا شايف إن ده شرط مقبول جدا. سيادتك بقى في النادي الأهلي، سيادتك في نادي هليوبلس، سيادتك في نادي الصيد، الدستور برضه يا فندم قال الخدمة العسكرية ومش موجودة في اللائحة. يا فندم إيه؟ الدستور قال شرط الخدمة العسكرية ومش موجودة في اللائحة. حطه يا سيدي في اللائحة، وأنا بقول لك ما تحطوش، حطه في اللائحة بتاعتك. حطه، ما فيش مشاكل خالص. أنت بتحط قواعد عامة. انت عايز تبقى اكثر دقه وتفصيلا وتقول لا انا مش عايز كده، انا عايز يكون قضاها لمده 10 سنين ضابط احتياطي، انا عايز لا مش مؤهل متوسط، انا عايز المرشح في النادي الاهلي معاه دكتوراه. حط، لا يوجد ما يمنع. ما هو يا فندم ماشي، بس انا في الاخر مش مين بقى، مين اللي يحط؟ مش مجلس اداره، الجمعيه العموميه. احنا بنتكلم، هو المجلس الاداره بيطرح على الجمعيه العموميه، ولكن من وضع اللائحه الاسترشاديه؟ يعني ازاي يخفي الموضوع دور الخدمه العسكريه؟ اللي وضع اللائحه الاسترشاديه وضع اطارا عاما للائحه الاسترشاديه، اهم بنود الاطار العام. يتمشى مع 3000 نادي مش 3 انديه، يعني خد بالك، يتمشى مع 3000 نادي. في انديه انا لو قلت لحضرتك اسمها هتقول لي هو في انديه زي دي في مصر؟
هي موجودة بحكم القانون. طب قوة القانون ولهم كل الاحترام والتقدير ولهم كمان دور من الدعم ولهم كل حاجة. ولكن انت كمشرع لما تيجي تحط ولا حتى كلجنة أولمبية لما تيجي تحط لائحة استرشادية بعد القانون انت بتحط إطار عام يبقى الأكثر مناسبة للكيانات العامة دي، مش لكيان واحد ولا الخمسة ولا العشرين نادي ولا أندية القاهرة بس ولا أندية القاهرة والجيزة بس، انت بتحط لكل الكيانات الأكثر تناسبا مع كل الكيانات. اي كيان من الكيانات دي هل من الطبيعي ان انا واحد متهرب من الخدمه العسكريه واروح امثل كنخب؟ ما انا دلوقتي بقى مقودهم، انا بقيت نخب منهم او بقيت قدوه للشباب اللي موجوده. فيعني ازاي انا هبقى بقود حتى لو نادي صغير؟ في برضو جزء من الشباب لما بيبان ومفيش حاجه بتستخبى. لو جيب الشكل ده، هو جايب التعيين ولا جايب الانتخاب يا فندم؟ جايب ايه يا كابتن فاروق؟ بغض النظر عن الانتخاب ولا التعبير، ما هو انا بقول لحضرتك، ما هو بالظبط كده. البند اللي محطوط على الانتخاب اصلا خاطئ وضد دستور الدوله يا فندم. انت قدامك وحد ما حدش هيجيب، مش مساله ضد دستور الدوله، لا مش ضد دستور الدوله خالص على فكره، على الاطلاق. الخدمه العسكريه لا يوجد تناقض ده، لا الدستور على فكره ما تناولش انتخابات الانديه، الدستور تناول انتخابات بشكل عام بالظبط كده. طيب هل في الانتخابات العامه اللي هي رئيس جمهوريه او كذا، انما انت ممكن مثلا، انا اقول لك، طب وانت بتيجي في ممكن تيجي تعمل انتخابات في اتحاد الكشافه والمرشدات يا فندم؟ هو في قياده نادي بحجم النادي الاهلي عندي ملايين الملايين من اللائحه الاستشهاديه يا فندم. انا بقول لحضرتك اللائحه الاستشهاديه دي مش للنادي الاهلي يا فندم. ماشي يا فندم، انا بقول لحضرتك قياده نادي اكس في قريه اي قريه برضو عشان كل القرى على دماغنا من فوق. تمام طبعا. وانا قدوه دلوقتي بقود على الاقل، هتكلم في 100 شاب. ال 100 شاب في منهم ناس بتخش الجيش وبتروح سينا وبتشوف وبتقف في كماين وبتتعب وبتستشهد، وفي الاخر انا اللي باخدهم، لان انا النادي بيبقى له دور رياضي ودور ثقافي ودور اجتماعي، مش فقط رياضه. مش حتى لو انا بقول لهم العبوا كوره وانا قائد، ده المدرب ما ينفعش يكون متهرب من الخدمه العسكريه. المدرب عشان يبقى مدرب يعني بصفه كده كقائد، ما ينفعش، ان ده دور الدوله، ده دور الدوله، ده خلاص شيء مسلم به. هل ينفع ان انا في انتخابات عاديه في انتخابات عاديه حضرتك بتقول ما ينفعش ان انا اكون متهرب من التجنيد؟ طب ازاي يبقى ينفع لدور الانديه؟ انا معاك وجهه نظري، انا ما بقولكش مبررات، انما بقول لك طريقه التفكير في وضع اطار عام. الاطار العام ده انت بتحط الشروط الاكثر تيسيرا زي ما انت كنت بتدور. انت مش ينفع تقول انا عايز اكثر تيسيرا في دي ومش اكثر تيسيرا في دي. وفي الاخر انا بدات كلام معاك، قلت لك الهدف من القانون والهدف من اللائحه هو تعظيم اراده الجمعيه العموميه وتعظيم فكره الديمقراطيه الرياضيه، بمعنى ان انت من يريد ان يطرح نفسه يطرح، وفي الاخر الاختيار والقرار لمجلس الجمعيه العموميه هي اللي تقول لك انا اخترت فلان ده ومعاه اعداديه، ويجي يقول لك لا انا عايز في اللائحه بتاعتي. ما افرض انت في بس نادي، بس مش ينفع فندم اختار فلان ده وهو ما طب انت افرض في نادي على فكره على العكس بقى، راح جاي قال لك ايه، لا انت ليه هتعمل لي نادي من ضمن الانديه وينطبق عليه اللائحه زي ما ينطبق على النادي الاهلي وينطبق عليه القانون زي ما ينطبق على نادي الزمالك، انت يروح جاي لك يقول لك لا انا رافض شرط، انا هعمل لائحه ودي بقى اقصى اليسرى، لان هو عدده مش كبير. لو عدده مثلا 3000 هتبص هتلاقي الجمعيه العموميه تكمل ب 500 مثلا، فلو حصلت بكده يجي 500 يقول لك لا شرط المؤهل المتوسط دوت، لان المجتمع هنا والجمعيه العموميه هنا طبيعتها كده، قال لك لا اعملها لي بالاعداديه، اعملها لي بشهاده اتمام التعليم الاساسي زي الدستور. انت هنا مش تقدر تقول لا او انت في الاخر هتخضع الامور كلها وترجع الامور كلها الى اراده اعضاء الجمعيه العموميه بشكل عام. احنا بصينا كده نظره افقيه، نظره كده بشوفنا الواقع الرياضي في الهيئات الرياضيه على مستوى مصر، ما بصيناش اللائحه الاسترشاديه دي بتاعت النادي الاهلي بس، حطينا التوازن الموائمه ما بين كل دول مع بعض. النادي الاهلي ممكن يجي يقول لك لا انا يعني ايه تجيب لي واحد مؤهل متوسط يبقى ده اللي حصل في اللائحه الاهلي الخاص. خلاص تيجي اعضاء الجمعيه العموميه اتقدم صلاح عصام الله هو مؤهل متوسط ما تجيبوش، اتقدم حد تاني وهو اعداديه، وهم عايزين يجيبوا مرشح اعداديه مش النادي الاهلي، في نادي تاني يجيبوه وهو هربان من التجنيد يا فندم يرفضوه. يعني يرفضوه الموضوع لماذا برضو انا حصلت على فكره حصلت قبل كده في انتخابات مجلس نواب. نعم. وكان الشرط القانوني دوت موجود على فكره وترشحه وبعد كده استبعده باحكام قضائيه، وبعد كده في ناس منهم رجعت باحكام قضائيه. فالمساله الخلافيه دي انت ما كنتش تقدر تاخد اتجاه على حساب اتجاه، فبتعمل ايه؟ بتعمل موائمه. الموائمه دي عشان تحط كده حاجه تبقى هي الاكثر مش اللي هي بيرفكت،
مش النموذجيه، الحاجه الاكثر تناسبا مع واقع الرياضه في مصر بتحط ده. انما انت تيجي تقول لي انا لو احط الاكثر تناسبا يبقى معناها ممكن ما يبقاش اكثر تناسبا مع النادي الاهلي، انما اكثر تناسبا مع 90% من الانديه، مش اكثر تناسبا مع هليوبلس ده مجتمع تاني، انما مش اكثر، انما في نادي مثلا ديار بنجم هو لا، ديار بنجم جمعيته عموميه بتفكيرها برايها ممكن تبقى غير الاهلي، ممكن تبقى غير الصيد، ممكن تبقى غير هليوبلس، ممكن تبقى غير شطانوف، ممكن تبقى غير بركه سبع، ممكن تبقى غير مركز شباب هنا. فانت بتيجي في الاخر وانت كمشرع وانت بتحط نموذج، بتحط النموذج الاكثر تناسبا مش النموذج الاكثر مثاليه. الاكثر مثاليه ده يبقى تيجي بقى تقعد تشوف ايه هو ايه اللي يمشي مع النادي الاهلي، ادي لحيته الاسترشاديه، ايه اللي يمشي مع نادي الزمالك، ادي لحيته الاسترشاديه، ايه اللي يمشي مع نادي الاتحاد السكندري، ادي لحيته الاسترشاديه. تعمل لكل نادي بمقاسه لائحه. انت تركت بقى مساله المقاس ده لمين؟ للجماهير العموميه. طيب احنا هنطلع من موضوع المقاس اتفضل ونروح لموضوع تاني في نفس السياق، ولكن هو طيب انا عندي النادي الاهلي مؤسسه ناجحه جدا طبعا والاكثر نجاحا ما شاء الله في مصر وفي افريقيا وعلى الصعيد العالمي، له دور وله تواجد بشكل كبير ما شاء الله. طيب لماذا الناس اللي وضعوا او فكروا في وضع، لان اكيد انا مش هقول ان اللي وضع اللائحه الاسترشاديه دي شخص واحد، اكيد هم يعني بعض من الاشخاص كل واحد حط القانون الملائم من وجهة نظره او مناسب للأندية. لماذا لم يتم الاخذ برأي المؤسسة الاكثر نجاحا وخد خطوط عريضة ممكن تفيد الرياضة المصرية في حاجات كتير جدا؟ صحيح، بس عايز اقول لك حاجة، لما تيجي تقول مثلا ان انت لو خدت نموذج بتاع النادي الاهلي، هو نموذج على فكرة يحتذى به بالتأكيد، نادي ناجح في 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 على المستوى الرياضي، نادي ناجح على مستوى الانشائي، نادي ناجح على مستوى الاستثمار والترويج، والترويج للنادي وبيع سلعه النادي المنتج الرياضي بتاعه ده والاسم واللوجو والزخم الجماهيري اللي حواليه، تقول اه النادي الاهلي ناجح جدا. انما طيب النادي الاهلي النهارده عامل الاهلي ستور بيبيع فيه تيشيرت الاهلي، لو انت خدت نموذج النادي الاهلي بكل حذافيره هتيجي تبص تلاقي هذا النموذج ينطبق على النادي الاهلي بس. في انديه على فكره مش عارفه تجيب، اخد المبادئ يا فندم، مش لازم اخش لحته الاهلي ستور. احنا خدنا المبادئ على فكره في الباب بتاع الاستثمار في القانون، في الباب بتاع الاستثمار في القانون مثلا عايز اقول لك ان تم اللي احنا استوحينا كثير من تجارب النادي الاهلي كمؤسسه ببناء مؤسسي، وده اللي بيقوله جمال وحرك قلته يا كابتن فاروق، ان النادي الاهلي رحمه الله عليه يجي فريق مرتجى يرحل الفريق مرتجى، يجي العظيم الكابتن صالح سليم يرحل الكابتن صالح سليم، يجي الكابتن حسن حمدي بتميزه وبقدراته الاداريه يرحل الكابتن حسن حمدي، يجي المهندس محمود طاهر يرحل المهندس محمود طاهر، يبقى في كل هذه المسيره النادي الاهلي. ليه؟ لانه ما اعتمدش على افراد، لان النادي الاهلي كان نموذج مؤسسي، النادي الاهلي هو اللي بيدير فيه، اللي بيدير النادي الاهلي مش الافراد، النظام في النادي الاهلي، المؤسسه في النادي الاهلي، تقاليد النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي، هو ده اللي بيدير النادي الاهلي. لما تيجي اقول لك انا باب الاستثمار كثير من النصوص وضعت قياسا على تجربه النادي الاهلي في كيفيه اداره اسمه اداره راس ماله اللي ابرزه جماهيره العريضه في مصر وفي الوطن العربي، اللي ادارته للكيان، التيشيرت يتباع ازاي، ازاي اسوق الاسم، ازاي احافظ على الملكيه الفكريه لاسم النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي، ازاي اعمل اول نادي عمل قناه عشان تبقى قناه لجمهور النادي الاهلي. فتجارب النادي الاهلي كان يجب ان توضع في الاعتبار، حطيناها في الاعتبار واحنا بنحط باب الاستثمار، وحطينا في اعتبار تجارب ناجحه اخرى في انديه اخرى، انما كانت التجربه الاكثر ظهورا والاكثر تاثيرا هي تجربه النادي الاهلي. فبالتاكيد واحنا بنحط القانون وهو الاهم، حطينا في باب الاستثمار عدد من النصوص اللي هي خدنا فيها اقتدينا فيها بتجربه النادي الاهلي. دكتور صلاح حسب الله، يعني كان نفسي الحوار يمتد اكتر من كده، لكن للاسف الوقت لما يسعفني. كنت سعيد بوجود حضرتك معايا ودايما مشرفنا ومنورنا في قناه النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن فاروق، انا اللي سعيد بوجودي يعني في هذه القلعه وهذا الامتداد التاريخي، ان الواحد وقعد جوه قناه الاهلي
وجوه قيمه وتاريخ النادي الاهلي بيشعر دايما ان هو يعني قاعد في جزء من التاريخ وقاعد في جزء من العراقه وقاعد جزء من 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 الحاضر والمستقبل باذن الله. ده يعني بيعكس حاجات كتير داخل حضرتك، واحنا برضو من قبل قناه النادي الاهلي بنتمنى لحضرتك التوفيق ولكل مجلس النواب التوفيق، خاصه مرحله مهمه جدا في تاريخ الامه المصريه، مرحلة عبور إلى المستقبل. نتمنى إن شاء الله أن يكون كل الآليات في هذا الاتجاه ونعبر إلى المستقبل. بشكر حضرتك مرة تانية. أشكرك. وده كان آخر حاجة في حوار النهاردة مشاهدينا، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.